اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا ايه النهارده. الله دي افكتس كتيره جدا، 60 قطعه افكت مختلف عشان ناخد صور مضحكه جامده جدا 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 ونشيلها للذكرى. ممكن احنا نديها لدي لحد من صحابنا ونحتفظ بيها، هتكون فكره فعلا حلوه قوي ان احنا ناخد صور تجنن ومضحكه ولذيذه جدا، فيها جوه ننطرات قوي ولذيذ جدا، يعني ايه نحط التاتش بتاعنا. ايه ده الله، معاه بقى قطع كتير جدا، فلازم يكون لاطفال في السن 3 سنين. وهفتح لكم دلوقتي ونشوف بقى كل المحتويات بتاعته، ونشوف نقدر ان احنا ازاي نخلي صور مضحكه ب60 قطعه مختلفه من موجوده جوه. ممكن احنا نحطها تبقى زياده على الالبوم الفظيع اللي معانا ده. شايفه ان هي فكره حلوه جدا، ممكن نديه هديه لحد من صحابنا، او ممكن احنا كمان نشتريه ونقعد بقى ان احنا نزين الصور بتاعتنا فنخليها تكون ذكرى حلوه جدا لما يكون بقى صور مضحكه قوي. بص اول حاجة بقى هتطلع البوم الصور كده. اوكي ايه ده الله، بصوا شكله جامد جدا. هنا بقى دي كلها كده زي عصيان كده خشب، وبعدين هنا ببصوا بقى هنا الله، هنا دي زي برنيطة ممكن احنا نقصها ونلزقها، وهنا ده زي تاج. الله بصوا بيتفرغ ازاي، ونقدر ان احنا نفرغه بقى ونحطه على الصور، هيكون بقى فكرة جامدة قوي. وبعدين عندي ان احنا ممكن ان احنا ايه وبعدين بصوا بقى عندي هنا كمان النضارات، وعندي بقى تاج تاني مختلف، وهنا عندي بقى بصوا اشكال بوس الله، بصوا حاجات جامدة ازاي. وفي هنا دي زي نضارة تانية برضو الله، وبصوا في بقى هنا دي شكل برنيطة، وفي شنب كمان، وفي نضارات كتير قوي برضو مختلفة بألوان كتير، لون اخضر واصفر واحمر، وهنا في برنيطة وشنب تاني شكله حلو قوي الله. بصوا في نضارة على شكل قلوب، بصوا كل دول 60 قطعة بألوان مختلفة، وفي فيونكة، وبصوا في اللي هي الكات اي حفرات التنكر، وفي برنيطة تانية لونها احمر الله. دي كلهم حاجات مضحكة جدا، ممكن احنا نحطهم بقى على الصور بتاعتنا، هتكون فعلا فكرة جامدة جدا. ممكن احنا ناخد بيهم الصور، هتكون فكرة حلوة قوي لما نكون عايزين نتصور بقى احنا واصحابنا وننزلهم بقى ايه على السوشيال ميديا، يكون فكرة حلوة قوي. اهي بصوا كل دي حاجات تنكرية نقدر ان احنا نستخدمها. اتمنى يا اصحابي يكون الفيديو الفظيع تعجبكم، قولي بقى في الكومنتات رأيكم فيه، بليز متنسوش انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. وحشوني يا اصحابي، باي باي.